السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بشركة أيون العقارية للتجارة والاستيراد والتصدير. إخواني الكرام، هناك الكثير من الزبائن الذين يتوجهون للشراء واستثمار الأراضي في تركيا من أراضي بناء وأراضي زراعية. إخواني الكرام، بالنسبة للمستثمر والزبون الذي يرغب بالاستثمار وشراء الأراضي، يجب التوضيح دائما والتأكد دائما من القوانين التي تفرضها الدولة عليك أخي الكريم. طبعا الأراضي، هناك أنواع كثيرة من الأراضي حسب المناطق والأسعار وعدد الدنومات ونوعية المشاريع التي يتقدم إليها ويهدف إليها المشتري أو الزبون. لا يمكن لكل شخص أن يشتري عدد الدنومات الذي يريد بالشكل الذي عندما يفرض بطريقة ما من دولة معينة أو دستور معين أو قوانين معينة من دولة أخرى لا تتشابه القوانين معها في تركيا. لا تستطيع شراء على سبيل المثال مثلا 5 دنومات أو 3 دنومات وتقوم بشراء وبناء عليه هذا المشروع. أخي الكريم، هناك عدد الدنومات أنت مقيد فيها حسب نوعية الأرض ونوعية المشروع والمنطقة والقرية والمدينة التي أنت طبعا تريد إقامة المشروع عليها. طبعا بشكل عام ليس شرط أن يكون الطريق الذي يشتري به الشخص الأرض أن يكون على إسفلت. أنت من أجل أن تحصل على ترخيص يجب أن يكون الطريق أو الأرض على طريق أو على إسفلت، على مرعى إذا كانت أرض لمشروع تربية أغنام. الماء قد تكون مثلا ماء بئر، ماء بحيرة، ماء سد أو معين، ماء يعني مصدر مياه معين. يكون الكهرباء نفسها أعمدة أو مد من تحت الأرض أو طاقة شمسية، يعني تستطيع إقامة مشروعك بهذا الشكل. لكن الأبقار أيضا يجب أن يكون على طريق، وليس شرط أن يكون المرعى هناك، وبشكل عام تكون المراعي حكومية. كما يصعب توفير جميع الشروط في الأرض دائما، وخصوصا هذا النوع من المشاريع تستطيع استخدام الأراضي التي هي مستوية وليست الأراضي الجبلية أو الملتوية أو المتكورة أو محدبة الشكل على الأقل يعني. فيجب أن تكون الأراضي مقيدة بعشرين دونم على الأقل، 30 دونم في بعض المناطق، 50 دونم على الأقل للأجنبي أن يشتري مجبورا هذه الأراضي. إذا كانت أرض فواكه على الأقل تستطيع شراء 10 دنومات من الأراضي، أنت مقيد بهذا النوع. إذا كانت بيوت بلاستيكية على الأقل 3 دنومات، 4 دنومات، 5 دنومات لإقامة مشروعك، وأنت يجب عليك أن تعرف ماهية مشروعك في عندما أن تقدم الطلب لإقامة مشروعك في الجهات الرسمية على سبيل المثال دائرة الطاب ووزارة الزراعة، تعرف مشروعك قبل أن تبدأ به. لا تستطيع أن تشتري دنم أو دنمين أو 3 وتنفذ مشروعك بطريقة تخالف القوانين التركية وليست تتطابق مع القوانين التركية. أنت من أجل أن تقيم مشروعك يجب أن تخطط مشروعك لدى مهندس ليتقدم هذا المهندس بإجراءات الطابو وثم المرحلة العسكرية. إذا أنت أسست شركة وقمت بشراء الأرض باسم الشركة وحولت الطابو باسم الشركة، طبعا تختلف الأمور كليا ويكون أسرع الإجراءات، والإجراء العسكري أسرع والتحقيق العسكري أسرع والإجراءات كلها أسرع. لكن بشكل عام هناك مراحل هناك يجب أن تقيد بها الرجل أو الشخص أو المشتري. طبعا هناك أيضا مرحلة المهندس، مرحلة تخطيط المشروع، طبعا هذا يحتاج من شهر إلى 3 أشهر. هناك الأرض إذا دخلت عمار أو حيز العمار أو لم تدخل، هناك 1000 متر مربع أنت مجبر أن تكون فيها مزرعة حيوانية، لا تستطيع تعدي 1000 متر مربع إلا إذا أنت قدمت إلى 20% من الأرض حتى تستخدمها لإقامة مشروعك. فهنا تدخل مرحلة العمار بقيمة 70,000 ليرة تركية تحول العمار وتقيم مشروعك يا أخي الكريم. فهذه الأمور يجب أن يعرفها الأجنبي ويجب أن يتقيد فيها وهو مجبور، ونوعية الأرض ليس بالأسعار التي يتحدث منها أو يتحدث بها الزبائن والمستثمرين. يا أخي الكريم، أنتم من الأشخاص الذين يحصلون على الأراضي ب5 ليرة و4 ليرة و3 ليرة. يوجد من الأراضي الصخرية الكثير من هذه الأراضي التي لا تنفع ولا يستفاد منها، وهي أراضي عادية
لا تصلح للزراعه ولا تصلح لهذه المشاريع، ولكن الارض القيمه، الارض التي يستفاد منها ويقام عليها المشروع الناجح الذي يهدف اليه المستثمر، طبعا هذه الاراضي ليست بسيطه. وكلما اقتربت الى اسطنبول طبعا الاسعار ترتفع. لدينا افضل الاراضي في تركيا موجوده في منطقه ادرنا، في منطقه ازون كبرو، في منطقه كرجة صالح، في منطقه احمد بي، المنطقه الاكثر خصوبه والمناطق المحيطه بها والتي هي تعتبر سوق الحيوانات سواء للاغنام والابقار، واكثر انتاجا للحليبه واللحومه في المناطق الغربيه من غربي اسطنبول، وايضا مناطق كيركلار الي ولولي بورغاز والمناطق التي هي قريبه من تيكردا وكيركلار الي. هذه المناطق كلها طبعا مفعمه بالاراضي الجيده للزراعه ومخصصه لهذه المشاريع الدواجن وغيرها. طبعا اخي الكريم يجب ان تتقيد وتتحمل هذه الاجراءات، طبعا فتح الحساب عندما تفتح حساب بنك ينصح في بنوك إسلامية، ليس من السهل طبعا التفاهم مع أصحاب الأراضي الأتراك. يجب أن تعلم أن التركي لا يصبر على هذا الشيء، فلذلك عليك أن تقوم بعمل الوساطة مع الشركة، أن تتفاهم مع الشركة التي هي توفر لك صاحب الأرض، وبذلك أن تتفهم عقلية صاحب الأرض. طبعا هناك أراضي فرص لدينا، أراضي فرص تستطيع شرائها التي هي تقترب من العمار، تستطيع الربح بها الآن، تستطيع شراء أرض زراعية قبل دخول العمار وكسب فيها عندما تتحول إلى عمار وأرض مربحة. لدينا مشاريع كثيرة من التحضر التمدني الآن، أيضا الآن نحن لدينا مشروع تقريبا بنسبة 50% باستطاعتك الدخول أيها الأخ والمشاركة في هذا المشروع في منطقة كاديكوي في الطرف الآسيوي في منطقة سعودية الآن، مشروع تحضر تمدني، وهذا مشروع رائع وممتاز للراغبين بالاستثمار في هذا المشروع. نرجو التواصل معنا شركة أيان العقارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.